طلاب الأعزاء، طلاب الصف الثاني الثانوي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. درسنا اليوم هو آخر دروس الأدب للفصل الدراسي الثاني، وهو عن المقال. هو دروس من الدروس المهمة لطلاب الصف الثاني الثانوي، ومقرر أيضا عليكم في الصف الثالث الثانوي، لذا يرجى تركيز على هذا الدرس بشكل مهم علشان بس نرتاح إن شاء الله لما نطلع بيه لسنة تالتة ثانوي مكرر وبيجي في ما تعريف المقال بالنسبة للأدباء؟ عرفه الأدباء بأنه قالب من النثر الفني يعرض فيه موضوع ما عرضا منطقيا مترابطا يبرز فكرة الكاتب وينقلها إلى القارئ والسامع نقلا ممتعا مؤثرا. يعني هو عبارة عن عرض بيقوم به الكاتب لكي يصل إلى القارئ بشكل ممتع ومؤثر، سواء كان من الكاتب أو القارئ. السؤال الثاني، بما ارتبطت نشأة المقال في العصر الحديث؟ ارتبطت بالصحافة، والصحافة كان لها دور كبير جدا في نهضة المقال. متى عرف المقال؟ ده السؤال الثالث. هنقول عرف المقال قبل اختراع الطباعة بقرون طويلة، وكان بعض الأدباء قالبا وكان عند بعض الأدباء قالبا فنيا منذ عصر اليونان. السؤال الرابع، كيف كان تأثير الصحافة على المقال؟ للإجابة على هذا السؤال هنقول لقد أثرت الصحافة في تطور المقال، لا في نشأته، أثرت في تطوره مش في نشأته، والوصول به إلى درجة الدقة والتركيز وحسن العرض وسلامة اللغة وسلاسة الصياغة. السؤال الخامس، طلاب الأعزاء، ما مجالات أو موضوعات المقال؟ تعددت مجالاته وتنوعت موضوعاته، ما بين مقالات دينية واجتماعية وثقافية وسياسية واقتصادية، تحدث عن كل الموضوعات الخاصة بالمجتمع. السؤال السادس، ما وسائل نشر المقال وما أنواع أسلوبه؟ تعددت وسائل نشره في المجلات وفي الصحف، وتنوع أسلوبه بين العلمي والأدبي والعلمي المتأدب. السؤال السابع، تتنوع المقالات حسب ظروف أي عصر يسود في المجتمع، دلل على ذلك. بالفعل فتكثر المقالات السياسية مع الصراع السياسي، وتكثر المقالات الاجتماعية مع الحاجة إلى الإصلاح الاجتماعي، وقد ازدهر فيه المقال، فلا تخلو الصحف من مقالات تعرض مشكلات المجتمع وتقدم أيضا علاجا لها وتعبر عن آمال المجتمع وآلامه. السؤال الثامن، أذكر أمثلة لكتاب برعوا في كتابة المقال الصحفي. من هؤلاء الكتاب العقاد في كتابه الفصول، والمزني في حصاد الهشيم، وطه حسين في كتابه حديث الأربعاء، ومصطفى صادق الرافع في كتابه وحي القلم، وأحمد أمين في كتابه فيض الخاطر، ومحمد مندور في كتابه نماذج بشرية، وغيرهم من الكتاب.
السؤال التاسع، طلابي الأعزاء، طلاب المرحلة الثانوية، كيف أثر المقال الصحفي على أساليب اللغة العربية؟ السؤال ده إجابته كلمتين، دفع المقال بها إلى الوضوح والتركيز، الوضوح والتركيز. السؤال العاشر، أذكر أمثلة من الأدباء والمفكرين أثروا الصحافة بمقالاتهم، أي كانت لهم مقالات كثيرة في الصحافة، من كتاب المقال من رجال الأدب والفكر أحمد لطفي السيد، طه حسين، محمد حسين هيكل، والعقاد، والمزني، ومصطفى صادق الرافعي. السؤال الحادي عشر، كيف ارتقى هؤلاء الأدباء والمفكرون بالمقال وارتفعوا به؟ هنقول ارتقى هؤلاء الأدباء والمفكرون بالمقال وارتفعوا به عندما جمعوا بين الثقافة العربية الأصيلة والثقافة الأجنبية الوافدة، فقصدوا بذلك التحليل الدقيق ودقة التعبير في عبارة سليمة ووضوح الفكرة. السؤال الثاني عشر، طلاب الأعزاء، هنتحدث على أنواع المقال من حيث الشكل. والمقال من حيث الشكل أو الحجم له نوعان، قصير وطويل. المقال القصير واسمه مقال الخاطرة، وهو الذي يتناول فكرة واحدة بطريقة مركزة شائقة وبأسلوب واضح وعبارة سهلة، ويطلق عليه العمود أو الخاطرة. وأحيانا يختار كاتبه لمقاله القصير هذا عنوانا ثابتا، مثل فكرة لمصطفى أمين، وصندوق الدنيا لأحمد بهجت، ومواقف لأنيس منصور، ومجرد رأي لصلاح منتصر. أما النوع الثاني من أنواع المقال من حيث الشكل أو الحجم، وهو المقال الطويل، وهو يتراوح بين صفحتين وعشر صفحات، ويتناول موضوعا يعرضه الكاتب عرضا شائقا بلغة سهلة واضحة، محققا عنصري الإقناع والإمتاع، ومن كتابه طه حسين والمازني وأحمد أمين وغيرهم من الأدباء والكتاب. السؤال الثالث عشر، كيف يختلف المقال من حيث المضمون؟ نركز اختلاف المقال من حيث الشكل ومن حيث المضمون. من حيث المضمون هتكون الإجابة يختلف المقال من حيث المضمون بحسب طبيعة وموضوع وشخصية كاتب المقال وثقافته. فالكتاب يتفاوتون، أي يختلفون من ناحية العمق والسطحية وخصب الفكر أو ضيق الأفق والميل للتركيز أو البسط وامتلاك القدرة اللغوية أو القصور فيها. السؤال الرابع عشر، طلاب الأعزاء، ما أهم أنواع المقال من حيث المضمون، وما أهم خصائص كل نوع مع التمثيل؟ أهم أنواع المقال من حيث المضمون، المقال الأول وهو التصويري، والثاني النزالي، والثالث الفلسفي. ولنبدأ طلاب الأعزاء بالمقال التصويري وخصائصه. يرسم فيه الكاتب، هو تصويري، هيرسم فيه الكاتب شخصية أديب أو عالم أو غيرهما، فيبرز ما فيها من مزايا أو عيوب عن طريق رسم الصورة بالقلم لا بالريشة من خلال الكتابة. ومن كتاب هذا النوع من المقالات الشيخ عبد العزيز البشري في مجلة السياسة الأسبوعية، حيث تحدث عن عدد من كبار الشخصيات المصرية التي عاصرها، وجمعت مقالته في كتاب بعنوان في المرآة. المقال النزالي وهو ثاني أنواع المقال من حيث المضمون، وخصائصه يدور في المعارك الأدبية، لذلك سمي بالنزالي، المعارك الأدبية والفكرية، كالمعارك التي دارت بين العقاد والرافعي، كما نشر طه حسين مقالات هاجم فيها أنصار القديم المتجمدين ودعا إلى التجديد القادم من أوروبا.
المقال الثالث وهو المقال الفلسفي وخصائصه، ظهر هذا النوع كفن قائم بذاته لا كجزء من التحرير الصحفي، كبعض مقالات الدكتور زكي نجيب محمود الفلسفية للموضوع. السؤال الخامس عشر طلابي الأعزاء، ما أهم أنواع المقال من حيث الأسلوب؟ نركز على نوع المقال من حيث إيه؟ من حيث المضمون، من حيث الشكل ولا الحجم، ولا من حيث الأسلوب؟ ونذكر بعد ذلك أهم خصائص لكل نوع. أنواع المقال من حيث الأسلوب، عند المقال الأدبي ده ألف، والمقال العلمي المتأدب ده به. نمسك في الأول المقال الأدبي، خصائصه بيقوم على انتقاء الألفاظ والعبارات وحسن تنسيقها وجمال الأسلوب ومزج الفكرة بالإحساس واستخدام الخيال. ومن أبرز كتاب المقال الأدبي أحمد حسن الزيات، كما يتجلى في مقالاته الأسبوعية في مجلة الرسالة، والتي جمعها في كتابه وحي الرسالة بأجزائه الأربعة. النوع الثاني من أنواع المقال من حيث الأسلوب وهو الأسلوب العلمي المتأدب، ويعتمد فيه كاتب على إبراز الحقائق في صورة جذابة، ويتميز بالدقة الموضوعية في صياغة الجمل كما في مقالات الدكتور أحمد زكي. السؤال السادس عشر، ما أبرز الخصائص العامة للمقال؟ أبرز الخصائص العامة للمقال تتكون في ثمان نقاط، وهي: واحد، التكوين الفني، وذلك عن طريق ترابط الأفكار والوحدة المكتملة. اثنين، الإقناع، وذلك عن طريق سلامة الأفكار ودقتها ووضوحها. ثلاثة، الإمتاع، وذلك يكون بالعرض الشائق الذي يجذب القارئ ويؤثر فيه. أربعة، القصر، فلا يتجاوز بضع صفحات، فإذا طالت أكثر من ذلك صار بحثا أو كتابا. خمسة، النثرية، طبعا ده عرفناه في التعريف بتاع المقال، فهو فن نثري وليس شعرا، يغلب عليه التفكير، وإن كان فيه خيال فهو لخدمة الفكرة. ستة، الذاتية، وهي تظهر في المقال ذاتية الكاتب وعاطفته ورأيه الشخصي، فتظهر ملامح شخصية الكاتب من خلال مقاله. سبعة، تنوع أسلوب المقال، وذلك يكون تبعا لشخصية كاتبه وطبيعة الموضوع. ثمانية، وضوح الأسلوب وقوته وجماله، بحيث تصل الفكرة إلى القارئ في تراكيب قوية وألفاظ ملائمة وأساليب جميلة دون تكلف. السؤال السابع عشر، كيف يتحقق كل مما يلي في المقال؟ وضوح الأسلوب، قوة الأسلوب، وجمال الأسلوب. أو السؤال بشكل تاني، ما السمات الأسلوبية التي تشترك فيها جميع المقالات مع التوضيح؟ واحد، وضوح الأسلوب، وذلك بتجنب غريب الألفاظ والترفع عن الألفاظ العامية المبتذلة، لأن الهدف من المقال الإقناع والإمتاع لا الغموض والألغاز. ب، قوة الأسلوب، وذلك عن طريق البعد عن الخطأ في القواعد أو تنافر الحروف أو غرابة الألفاظ وقلق العبارات والحشو والتطويل في الجمل. ميم، جمال الأسلوب، وذلك باختيار الألفاظ الملائمة للمعنى والصور والمحسنات غير المتكلفة. وبذلك طلابي الأعزاء نكون قد انتهينا من شرح درس المقال، سائلا المولى عز وجل بالتوفيق والنجاح الدائم لكم، وألقاكم قريبا بإذن الله.